كحول بالبندورة، تكفي 4 أشخاص. المقادير: نصف كيلوغرام برغل خشن مغسول ومصفى جيدا، 6 ملاعق طعام زيت زيتون، بصلة كبيرة مفرومة ناعما، حبتان بندورة مقشرة ومقطعة إلى مربعات، ملعقة صغيرة ثوم مهروس، ملعقة طعام رب البندورة، لتر أو 4 أكواب مرق دجاج، فلفل أسود حسب الرغبة، ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نسخن زيت الزيتون في طنجرة ونقلب فيه البصل والثوم حتى يصبح البصل طريا، نضيف البرغل ونقلب لدقيقتين، نضيف البندورة ونقلب لدقيقتين، نضيف رب البندورة ونحرك، ثم نضيف الفلفل والملح مع التحريك، نضيف مرق الدجاج ونحرك المزيج، ثم نضعه على النار حتى يغلي، ثم نخفف النار ونغطي الطنجرة وندعها تغلي لمدة 53 دقيقة. نرفع الغطاء ونقلب البرغل قبل التقديم.